الاهلي يصعد للدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر بتاعت السنة اللي فاتت بعد الفوز على بيراميدز 2-1. ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. اتنين واحد انتهت مباراة الاهلي وبيراميدز في دور الثمانية من كأس مصر الماضي. سجل للنادي الاهلي في الشوط الاول طاهر محمد طاهر، واضاف في الدقيقة الاخيرة الهدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق المهاجم البديل حسام حسن، وفي الثواني الاخيرة ايضا سجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء. مباراة متوسطة المستوى، ما نقدرش نقول انها كانت مباراة قوية. الاثارة حصلت في الدقيقة الاخيرة من المباراة، غير كده كان في سيطرة شبه ميدانية من نادي بيراميدز وتراجع للنادي الاهلي للخلف، دفاع كومباكت وهجمات مرتده. النادي الاهلي بدا المباراه اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه في اليمين، محمد هاني، وفي الشمال محمود وحيد، خط النص عمرو السوليه، اليو ديانج، احمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، ومحمد شريف. اما نادي بيراميدز فبدا المباراه بتشكيل مكون من في حراسه المرمى شريف اكرامي خط الدفاع، اسامه جلال، احمد فتحي في الباك رايت، وفي الباك ليفت حسين السيد، خط النص نبيل عماد دونجا ومعاه وليد الكارتي، وفي الهجوم رمضان صبحي واسلام عيسى وعبد الله السعيد وفخر الدين بن يوسف. الاهلي تاهل للدور قبل النهائي عشان يواجه بتروجيت باذن الله، والكسبان ما بينهم هيواجه نادي الزمالك في نهائي الكاس بتاع السنه اللي فاتت. المباراه قد تكون اخر المباريات اللي بيقودها سامي قمصان كمدير فني للنادي الاهلي بعد الانباء القويه جدا اللي ترددت ان النادي الاهلي تم التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز. ريكاردو سواريز البالغ من العمر 47 عام من المفترض انه يبدا المهمه بتاعته بدءا من 1 يوليو باذن الله. مجلس اداره النادي الاهلي بيفضل استمرار كل من سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ ومدرب حراس المرمى ميشيل يانكون في الجهاز الفني القادم للمدير الفني البرتغالي. ريكاردو سواريز هو مدير فني حالي لفريق جيل فيسنتي البرتغالي، حقق معاهم الموسم الماضي المركز الخامس في بطوله الدوري البرتغالي. حقق مع جيل فيسنتي البرتغالي السنه اللي فاتت 13 فوز و12 تعادل وتسع هزائم علشان يجمع 51 نقطة يحتل بيهم المركز الخامس خلفا لأندية بورتو والشبونة وبنفيكا وبراجا. مدير فني واعد، السي في بتاعه متوسط القوة، لكن اعتقد انه جاء باختيار من او بترشيح من المدير الفني السابق الاسطوري للنادي الاهلي مانويل جوزيه، وده بيدي لاختياره تقييم عالي جدا لثقة ادارة النادي الاهلي في رؤية المدير الفني الاسطوري للنادي الاهلي مانويل جوزيه. بالتوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، وهارد لك لنادي بيراميدز. الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقياده المدير الفني الكابتن حمزه الجمل بيعلن قائمه من 23 لاعب هتتجه لمدينه المحله باذن الله علشان تواجه غزل المحله في بطوله الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم. القائمه ضمت كل من حراسه المرمى محمد فوزي، عمر رضوان، احمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع احمد ايمن، محمد بيومي، عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، محمد دسوقي، عمرو الحلواني، خط النص عمر الوحش، محمد عادل، محمد عبد السميع، مدحت فقوسه، احمد مدبولي، احمد مصطفى، عبد الرحمن مجدي، وجام موريل بوي. اما في خط الهجوم تكون من كل من وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي وخالد النبريسي. القائمه بتشهد عوده العديد من الاسماء اللي كانت غائبه في المباريات الماضيه، بينما بتشهد القائمه غياب كل من عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسه ومحمد مخلوف وحسن ياسين لاسباب مختلفه. المحله بيحتل المركز ال11 برصيد 25 نقطه، والنادي الاسماعيلي في المركز ال15 برصيد 19 نقطة، مواجهة في غاية الأهمية والخطورة للفريقين الحقيقة عشان نتكلم بأمان. الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي اجتمع بيه اللاعبين وحاول إن هو يعزلهم تماما عن أي أحداث بتحصل دلوقتي ما بين الإدارة وما بين اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية. طبعا الموضوع خاص بانسحاب النادي الإسماعيلي من بطولة الكأس علشان القرعة الموجهة اللي عملها الاتحاد المصري لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة النادي الإسماعيلي أمام نادي الزمالك في دور ال16. بعديها خرج قرار من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالانسحاب من الكأس والاشتراط العودة إعادة القرعة من أول وجديد. مهندس يحيى الكومي تحدث للعديد من المواقع وأكد إن هو مصر على رأيه بالانسحاب من بطولة الكأس في حالة عدم إعادة القرعة مهما كانت العواقب. الحق يقال جماهير النادي الإسماعيلي بتساند موقف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشدة وداعمة ليه في موقفه من الانسحاب من بطولة كأس مصر. العميد حسام حسن بيؤكد من جديد انه رجل النادي المصري البورسعيدي الاول،
ثالث فوز على التوالي للعميد حسام حسن منذ عودته لقيادة المصري البورسعيدي، بدأ بالفوز في المنصورة في كأس مصر، بعد كده فاز على الجونة في الدوري، والنهاردة بيحقق فوز معنوي وفوز مهم جدا، مش معنوي بس طبعا، 3 نقاط في غاية الأهمية أمام مصر المقصة بنتيجة 2-0 سجلهم عبد اللطيف جريندو ومن ركلة جزاء الياس جلاسي. الفوز رفع رصيد النادي المصري للنقطة رقم 26 في المركز 11 عشان يبتعد عن المراكز الهبوط ب7 نقاط كاملة، بينما توقف رصيد مصر المقصة عند النقطة رقم 14 في المركز 17 وقبل الأخير. اللي أقدر أقول في مباراة المصري ومصر المقصة ان مستوى النادي المصري بيرتفع تدريجيا من مباراة لمباراة، الفريق اداؤه بيتحسن والشكل الهجومي للنادي المصري بيرجع زي فترة الكابتن حسام حسن الذهبية مع النادي المصري. بنشوف ادوار هجومية اكتر للمتألق في الفترة الاخيرة عبد اللطيف جريندو اللي استطاع ان هو يسجل الهدف الاول ويتسبب في ركلة الجزاء اللي جاء منها الهدف الثاني. ايضا حسن علي والياس جلاسي ليهم دور كبير جدا في خطة وطريقة الكابتن حسام حسن، بالتوفيق باذن الله للمصري البورسعيدي فيما هو قادم. بكره باذن الله عندنا مباراه في غايه الاهميه للاتحاد السكندري في مواجهه فاركو بالدوري المصري، الاتحاد في المركز ال12 برصيد 25 نقطه بينما فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطه. مباراه مهمه طبعا للكابتن عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري عشان ياكد بيها جدارته وياكد بيها انه ماشي في الطريق السليم لقياده نادي الاتحاد السكندري بطريقه صحيحه فيما هو قادم. الاتحاد المصري لكرة القدم بيأكد التفاوض مع المدير الفني البرتغالي باولو سوزا عشان يخلف الكابتن إيهاب جلال في قيادة منتخبنا الوطني في الفترة المقبلة بإذن الله. الكابتن حازم إمام تواصل رسميا مع المدير الفني البرتغالي، مصدر مقرب من المدرب البرتغالي بيؤكد ان هو يدرس العرض حاليا وانه اقرب للموافقة انه يتولى القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني في الفترة المقبلة باذن الله. باولو سوزا فسخ تعاقده من عدة اشهر مع نادي فلامينجو البرازيل. اللاعب البرتغالي الدولي الاسبق بدأ مسيرته في التدريب بدءا من عام 2005 لما قاد منتخب بلاده تحت 16 سنة، بعدها قاد كوين بارك رينجرز الانجليزي وسوانزي سيتي الويلزي، ثم ليستر سيتي الانجليزي، بعدها قاد المدرب صاحب ال51 عام نادي فيديتون المجري، ثم بازل السويسري، ثم فيرونتينا الايطالي، بعد كده اتنقل نقلة بعيدة قوي للصين علشان يقود نادي تيانجين احد اشهر الاندية الصينية، بعدها رجع لاوروبا تاني وقاد بوردو الفرنسي، وبعد كده منتخب بولندا، واخيرا زي ما قلت لحضراتكم في البداية نادي فلامينجو البرازيلي، مدرب واضح ان هو كثير الترحال. يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب في الشانل تشرفني وتعمل، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد بيوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله، ودائما وابدا انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليكم، سلام عليكم.